شو توتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. اهلا بيكم في قناة تعلم الايطالية مع لارا او امبارا الايطاليانو كلارا. ناس كتير بيسألوني بيقولوا لي هل الباساتو ريموتو مهم؟ هل مهم ان احنا نستخدم الباساتو ريموتو في الكلام؟ هل اصلا الايطاليين بيستخدموا الباساتو ريموتو في الكلام؟ فالحقيقة ناس كتير سألوا ودلوقتي هنجاوب. الباساتو ريموتو ترجمته زمن الماضي البعيد، ولكن بعيد يعني نقدر نقول زمن الماضي الصحيح، حاجة حصلت من فترة زمنية بعيدة جدا في السنين. يعني ممكن نستخدمه في الحديث مثلا عن الحضارات، أقدر إن أنا أستخدمه في الحديث عن الحضارة الفرعونية وليكن حاجة حصلت من 7000 سنة. أقدر إن أنا أستخدمه في الحديث عن الحروب، زي لما نيجي نتكلم عن لا بريما جويرا مونديالي لا سيكوندا جويرا مونديالي، حاجة حصلت في 1914 اللي هي الحرب العالمية الأولى، حاجة حصلت سنة 1939 اللي هي الحرب العالمية الثانية، حاجات حصلت من فترة كبيرة جدا. طيب أحداث تاريخية كمان، زي لما أجي مثلا أقول نجيب محفوظ اتولد في السنة الفلانية، تقريبا كان اتولد سنة 1906 باين. طيب ممكن نستخدمه في ايه كمان؟ ممكن نستخدمه في الروايات الأدبية. لو حد فيكو كان قبل كده اطلع على رواية أدبية حاجة من اللي كتبها مثلا بيرانديلو ألبرتو مورافيا، هيلاقي إن الناس دي كانوا بيكتبوا بالباساتو ريموتو. أوكي طبعا مش بالباساتو ريموتو فقط لوحده مع نفسه كده، لا ده كانوا بيستخدموا الباساتو بروسيمو الامبرفيتو والترا باساتو ريموتو. طيب بنستخدمه في ايه كمان؟ نقدر ان احنا نستخدمه في لغة الصحافة او المقالات الجرايد. دلوقتي لما الصحفيين بيجوا يكتبوا خلاص، فهم بيستخدموا الباساتو ريموتو ده. طبعا مش نقدر، يعني احنا ما نقدرش نعمم، مش نقول ان كل اللي بيستخدم كل اللي بيكتب الروايات هيستخدم الباساتو ريموتو، او ان كل مثلا اللي بيكتبوا مقالات هيستخدموا الباساتو ريموتو، لا كل حاجة ليها الحاجة بتاعتها، ولكن دي الاستخدامات بتاعت الباساتو ريموتو. حاجة تانية كمان، لو انت عايش في جنوب ايطاليا هتلاقي ان ابتداء من نابولي لحد تحت خالص اللي هي نابولي وباري وبوليا وسيتشيليا وسردينيا خلاص وريجو كالابريا، كل منطقة الجنوب بيستخدموا الباساتو ريموتو علشان يعبروا عن حاجة حصلت امبارح. هتقولولي ايه التناقض ده؟ هي طبيعتهم كده. اوكي هي الطبيعة اللغوية او la natura linguistica di questa parte dell'Italia اللي هو السود، ان هم بيستخدموا الباساتو ريموتو علشان يعبروا عن حاجة حصلت مفيش من دقائق. يعني مثلا بدل ما اقول لك اي كابيتو هقول لك كابيستي. اوكي دي الفكرة بتاعة الباساتو ريموتو. طيب هل احنا كدارسين لغة لازم نعرف الباساتو ريموتو؟ طبعا لو انت ناوي انك تكمل دراسة، دي رقم واحد. لو انت ناوي كمان تتنقل ما بين المدن الايطالية، لان مثلا محدش هيفضل قاعد في مدينة ما، بلاش دي. لو حصل وقابلك شخص ايطالي وليكن الشخص ده من نابولي وهو طبيعته اللغوية ماشي ان هو بيستخدم الباساتو ريموتو، وفي الحالة دي انت لازم تعرفه، لان ده فا بارتي ديلا لينجوا، يشكل جزء من اللغة. انت دلوقتي بتتعلم اللغة خلاص، بتقول انا عاوز امشي حياتي مثلا، عاوز اتعلم يدوبك بس ازاي اقدر اخلص ورق واخلص حاجتي في السوبر ماركت وفي البريد. بس ده مش صح. انت لما تيجي تتعلم لغة لازم تتعلمها من الاول للاخر، لازم توصل لمرحلة انك تبقى زيك زي خلاص اهل البلد. مش هقولك طبعا بيرفيتامينتي ولا التشينتو بيرشينتو، ولكن لا يكفي بس انك تعرف بونجورنو، لا يكفي انك تعرف بوناسيرا، لا يكفي انك تعرف كوميستاي، لا يكفي مثلا تعرف ان كوانتو كوستا، لا تمشي امورك دي لو انت مثلا قاعد لك يوم ولا يومين، انما لو انت مثلا قاعد مقيم، لان النهارده انت محتاجتش الحاجه دي بكره هتحتاجها. فبالتالي لازم نكون على وعي ودراية بكل حاجة موجودة في اللغة،
ما ينفعش مثلا اقول ان الارتيكولو ديترميناتيفا او ادوات التعريف اللي هي عامله في العربي زي الالف واللام ملهاش لازمه. ماشي، هي ليها لازمه. ما ينفعش اقول ده ادوات التنكير ملهاش لازمه. ما ينفعش اقول لا والله انا لما بتكلم الايطاليين بيفهموني حتى لو بتكلم غلط. ما هو طبيعي يفهمك، زي حط نفسك مكانه، انك لو لقيت حد بيتكلم عربي ماشي بس عربي مكسر هتفهمه، هو هتفهم هو عاوز يقول ايه حتى من السياق. فلازم تكون حريص انك تعرف اللغة، ما تقولش انا عاوزة اتكلم محادثات وخلاص. طب ما هي المحادثات هتتكلم ازاي من غير ما تعرف القواعد اللغوية؟ ماشي، يعني انت مثلا عاوز تتكلم، هو الكلام ده هتطلعه ازاي؟ الافعال اللي انت هتصرفها هتعرف منين ان ده فعل منتظم وده فعل غير منتظم؟ ده متصرف في البريزنت، ده متصرف في المضارع، ده متصرف في الماضي اللي هو الباساتو. هتعرف ازاي ان في 4 انواع ماضي، كل نوع له الاستخدام بتاعه، وما ينفعش ان انا استخدم نوع مكان نوع. اللغة بحر، la lingua come se fosse un mare. ماشي، كما لو كانت بحر، وبحر عميق. خلاص، لا يكفي انك تقف على الشط وخلاص، لا لازم تغوص في اعماق البحر ده وتستكشف، زي ما البحر جواه حاجات كتير وحاجات جميلة، سمك وشعاب مرجانية وما خلافه. فبالتالي خلي هدفك، حتى لو انت واجهت صعوبات في الاول، لان بطبيعة الحال اي حاجة هتبقى صعبة. انت لو راح تتعلم عجل هتلاقيها صعبة، لو رايح تتعلم السباحة في الأول هتلاقيها صعبة، بس مع البراتيكا. أي حاجة بتيجي بالبراتيكا، أي حاجة بتيجي بالتعود، كل حاجة بتيجي بالتعود. محدش صحي بين يوم وليلة لقى نفسه إن هو بيتكلم إيطالي. الناس اللي انتوا بتشوفوها بتتكلم إيطالي بيرفكتامينتي، بس ناخد بالنا بيرفكتامينتي من ناحية الكلام والكتابة، مش ان هو بيتكلم بيرفكتامنت. وده ممكن كمان يكون وجهة نظرك ان هو بيرفكتامنت، بس تعال حطه قدام امتحان مش هيعرف يعمل حاجة. مش هيعرف ان مثلا كومي ستاي، ان كومي دي اداة استفهام ليها اكتر من معنى، وستاي اللي هو فيربو ستاري متصرف مع التو. هو ما يعرفش مثلا ان في حاجة اسمها فورما دي كورتيزية، ما ينفعش، ما يعرفش في حاجة اسمها صيغة احترام، ان مش كل حد هيتقال له كوم ستاي. ان انا لو داخله على حد هقول له لاي كوم ستا، حضرتك عامل ايه، لو حد ما عرفوش. لان الايطاليين المفروض ان انت ما ينفعش تستخدم مع التو اللي هي اسمها داري دل تو ادونا بيرسونا من غير ما يأذن لك يقول لك لا خلاص انت تقدر تقول لي انت، ما فيش فرق، مش حضرتك اللي هي داري دل. فركزوا في الحاجات دي، اعرفوا ان الباستاتو ريموتو. انا ليه ابتديت الفيديو بالباستاتو ريموتو؟ عشان الباستاتو ريموتو ده يعني تالت سوري رابع نوع زمن محدش بيهتم بيه. يعني هم اصلا الناس فاكره ان الماضي هو باستاتو بروسيمو. لا، عندك باستاتو بروسيمو، عندك امبرفيتو، عندك ترا باستاتو بروسيمو، وعندك كمان الباستاتو ريموتو. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناه، حطوا لايك، وكمان تعملوا شير للفيديو لو عجبكم، واستنوني في فيديوهات تانية كتير. تشاو توتي.